الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعني إخوتي في العقيدة عموما تاريخ مركز لقور رميه فائدتك وهذا تاريخ الدلية ضي وحويا وللعبرة وإن لغوا يا أركه سيدا أوجد بين أوران كرنا القرآن ككريم كا إن ثلث بكود الدو أما صدح ميل هذا ميل كود الدو أي قصصه وإلهي سبحانه وتعالى وقصك قور رمية نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سيد رادد إلهي سبحانه وتعالى أرلو البضن بضن بضن أي قرآن كقور رميا قصة قصد القرآن كنا أسباب بضن بيوصار أرته وحسي أقول مهم سنو إلهي سبحانه وتعالى وقرآن ككت المامية قصص كين لين أقول شيء غيو إنه نكت فكرنه أما كوا يا أرقنه إنه نكقى هذا النوع عبر إنه نقطه وحلقوا يا أركه عبرة لأولي الألباب لعلهم يتفكرون مرك إنه في رسالة مرك قصة السيدة دبا وحوق قروح ضبطان لي كتيرة وحويان إن لقو قياسته وقت جاء هذا نوشي يظروف تات كل نوشي هذا جو كقياس قادنا يا أمم كي هرة يوحي كل عين نوع عن هذا جو هذا نوشي وحي اللمدة ويا بشركو سنة إلهي ودتي سبحانه وتعالى شوكته سنة داسي وسنة ثابتة بيع علماء دكت المامان هداد سما سماي سنة إن تسمه ليسو هداد حما سماي سنة إن تحمه ليسو ما دام عين كاسيت هاي قصص وحيو بهين إن بدر إن رفير سنة قرآن كنا إن بدن بدن بيل هاي سبحانه وتعالى كجور رمي قصة نبي قصة فرعون يقال قصة ودادين حرافي قصة يعني كل شيء باب كاستاد قصة كأكت قرآن كو كور رمي تسوح أي تلمام سعينا إنه بهن قصة لما أنت أدبة إن قال لكن سدو تاجي إن مواضع العبر ما لها عبرات وكثرت أوبهن إن أنت بدن لا إجا مثلا لا سدو تاجو وحكى لهم مدن القرآن كإلهي سبحانه وتعالى إن بدن إنه تلمام يا إن إنه أمر أمم كين جهر رأي تاريخ ده دراسينه واحد هذا عصر كستول شوقة وحقوق بدنية هي عصور الدنبة وطبعة جديدة لكتاب قديم بين هذا هذا تاريخ دو في ستو بالا لما إذا كان عدنا شهيم بعد ذلك السامة وسك استو دو قياس تو ما دو قيمة يسو لما إذا إذا بين هذا وطبعة جديدة كتاب قديم هر الله صامري وهي الدنيا هر يصامري أنت الطالحين هي دت صالحين دت حن حن دت ونكسن نوع كستو هر يصامري سيدا أوجد حي أمه قرص تاريخ دبينا وأكتهاي طبعة كتاب قديم هو روشري إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامي أين ليه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا إلهي وحلي سبحانه وتعالى إذن كهرتين وحا تجي سنن بار للك تجي فسيروا في الأرض للك صعد بالليل وفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فصيروا في الأرض القرآن كأنت كصار ارتها دادو فرصته أدبد تعجبيسا آيات آدو تربضن بإلهي سبحانه وتعالى كقور رمية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسو أررتي فسيروا في الأرض يقرأ أيا كبدا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي من إلهي هي قولدي دين كهر ريسيبا وقار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنتي دراسة أن تمتع هين بيو باهنتي دراسة أن كن راحيس قراء هين أه إن ليس دول تاقم ما لها عبرادة وين لبيو باهنتي أممكو حتى دتك أميين تي حتى أممكا أن وحقورين انت بضن إيكوا وحقورين بضن وكم يدبا على مدى ترى التاريخ تكو على مدى صدان مثلا وحم ماه ماه دا الله يراد وارد عدد عدد قصة دا عدد وارد يراكوبا لغو حفدي ومركز طور دا عدد لم يدى اعتماد دبا ما هما هذا الله شيء واحد لأن كان هبلوا أفتهن أفتهن ما دوام حي ووضعه هدا يا الله أيوه حقوق قياس قادنا يا دعضة هرور دعضة يا كوتشان جو أن سدرات ديد بام ما هما هذا قبل جيدوا با وعلامة تاريخ ده العلامة ديهم ودعضة كم ده دعضة إنك تاريخ ده العلامة ديه قبل قال الله مده قبل يدا أنت بدن تاريخ ده والجو علامة صدها ودعضة ين دعية تاريخية يا قبل يرو كوباني وتل ما قصاد وتر بدن له ولذلك وحين هو باهنا هاي سيدة دبق السد مانت إن إنه آدوا قلنا قلنا تاريخ قال تاريخ مسلم مد والبا وهي لها القرآن كمد قال يا مد مسلم أو كجو الرماي مواضع العبر كنا نحتاجنا أما يسكتاجنا درس كان مانت اللقون دينه وحلا يدينا كو الرماه تاريخ أندلس أندلس تاريخ ده دسي ساعدي يبدأ نوشة كنا قرن مايا. أندلس دولة أموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي. طارق بن زياد يموسى بن نصير قايد كان لورينشري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيبلابين فرشدي أندلس يوجه الرئيسي. أندلس ووطن كي يرى إيبيريا لورينشري ما وجزيرة دن ما أنت عانكا إسبانيا برتغال أيوب نيهين. غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرنادا مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي وجودن بيشي إسلامي جهدا يكبر حضي سداد بقول تضبي يا سجاشن كي محرم كودي دي بالله قصو صار آخر الملوك أبو عبد الله نكاي هو يدي قبل جو تري رسائل هيد بغرتويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو أي قبل أبا يوتري نس يبكي مثل النساء قبل وكشره وأيت المام يساعد سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحلا يدي مركي وجودن بيسو كدقة قيي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة ده مركي لك على الساحدة ودنيه فلو يسأكت أقول دبوا أجي قصرية دي سيو حيسي مكسائل مكسو ده ديبا ليه هو يدي بمركا ويرد تام كتري وتاريخ مركا سيد بقول يشان صنادات كقابن سيد كدقيقة اللي سيها دانو قيبيه طبعاً كيس سنة دوت بحال دقيقان وهايا طبعاً كيس سنة تاريخ ده كم مدة ما هل دقيقة يكسب بيج مية ما هو أدق تي تاريخ أندلس هنا كجو الرنة سدات دقيقة يوحلا مدة عموماً أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول يو سدات يصدم كي هجرية ده وحيهوس إيمان يسي الخلافة الأموية مركي خلاف الأموية أي دعدي أي الدولة العباسية أي ماشة قبصتي ويل دلن يرى أمويين تي كمدا أي دلكي كبحصدي ولا الذي لدلي إساقي بحصدي وحو صعدب وحو قاري ودن كاسي عبد الرحمن الداخل أو سقر قريش نك اللو بحيي دولة داسي إساقا دبو أصاصتي إساقا غريب أبو ودن كاتي وحباهي سنين لكن دولة بو مدير كقدستي دبتنا دولة آد وبلارن أيو ديساي دوري صدن سنة بان فيلا يافر يصدن سنة دوت أيو حكومة يي
waqtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday. 25 thawradood ayaa ku kacday 34 sannadood ee uu maamulayay. Akhiiran 77 meelaha markay maraysay ayuu waddanku istiqraarkiisii sugmay. madiinada caanka ee madiinati zahra la yidhaahday qurtoba ku taalla ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu qurxda badna ayuu waqtigaa dhisay. masjidu qurtoba oo masaajidka weyna buu bilaabay. ilaa iyo markii dambe masjidu qurtoba sidii loo weynaynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa. masaajidka tiirarkiisu bilaariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisan yahay qurtoba. weli masaajidkii waa dhisan yahay laakiin hadda waa kiniisad. taariikhdaasi dheer ee waddankaasi leeyahay waa taariikh ma aha si tiro badan leh ama meelo madmadow oo aada u foolxun oo tiro badan leh, meelo aada u qurux badan na leh. waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikha ugu fiican in la daraaseeyo, waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay. asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso, aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn. marka aan soo koobo, haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino, marxaladda hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay, kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey, kadib inaan kale u awowyaha uga dambeeyey. qolada hore waa iska fiicnay, laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago. taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey waqhtiga aan rabo, waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay telinaysay, cahdigii ugu fitna badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah. waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii taa'ifaadka yaryar ee kala nooca. muluku tawaa'if waxaa ka horreeyey 200 oo aada u waaweyn, waa cabdiraxmaan naasir ama cabdiraxmaan thaalith. taariikhda bani umaya 3 nin oo cabdiraxmaana la yidhaahda soo maray, daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama thaani iyo cabdiraxmaan thaalith nin lagu tilmaamo, iyo 3 hishaam, hishaamkii koowaad, kii labaad, kii saddexaad. cabdiraxmaan thaalith ama cabdiraxmaan naasir ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay waddankaasi 50 sannadood, 22 jir isagoo abuu qabsaday, waana mararkay ugu qurux badnayd buu waddankaasi gaadhsiiyey. nin karti leh, waa la kacabsi leh, oo dowlad xooggan dhistay, oo thawraadkii iyo wixii kasoo horjeeda oo dhan ka takhallusay, oo ballaadhiyey dowladdii islaamka ee meesha. dowlad aada u qurux badan leh buu ka tegey markaas. cabdiraxmaan naasir dowladdii quruxda badnayd ee uu ka tegey inankiisii baa dhaxlay, la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan naasir. alxakam waxaa nin caalima, aqoon badan, diin jecel, alla kacabsi badan, dowlad deganna helay, isna dhanka cilmigu isaga faafayba. waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay, 4,400 oo kun oo majaladood bay maktabadiisa ka koobnayd. isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa, mudduu haystay, laakiin khaldadii ugu weynayd buu galay bay yidhaahdaan. dowladdii aadka u ballaadhnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn, inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii. culammada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda, kuwa ugu yareeyana 7 jir. aduu nin 10 jir meelahaasi ah da'diisu. hishaam ibnu alxakam ibnu cabdiraxmaan naasir ninkii la odhan jiray waa hishaam thaalith ninka u yaqaaneen ama almu'ayad billah lagu tilmaamo. hishaamka markii meesha loo dhiibay, hishaam ilmo yar buu ahaa, maadaama uu ilmo yar iska ahaa, wasi buu u sameeyey ama cid ilaalisa, isaga islaan u hooye ah iyo 2 nin oo kale. taariikhdaasi ma rabo bitafsiil inaan uga warramo, wuxuuma rabaa mawaadic aan u dan leenahay inaan gaadho. waxaa isku qabsaday dowladdiiba nin la yidhaahdo maxamed ibnu abi caamir. maxamed ibnu abi caamir waa nin qabiil yemana asalkiisu uu ka soo jeedo, alxaajib almansuur ninka la baxay weeyaan,
xaajibku taariikhda hore waa ra-iisul wasaare oo kale ninka uu boqorka warka kala dira ayaa xaajib loo odhan jiray. xaajibkaasi taariikhda islaamiga hore xaajibka laqab looma samayn jirin, boqorkunba laqab lahaan jiray. almansuur billah waxaynu maqalo almuqtadir billah alqaadir billah magacyadaasi boqoradaa lahaan jiray, laakiin xaajibka iyo wasaaradu may lahaan jirin. ninkani maadaama uu dowladdii gacanta iskaga dhigay laqab buu samaystay, almansuur la yidhaahdo, isagaa qabsaday dowladda dhammaanteed, nimankii agtiisa soo marmarayeyna wuu ka takhallusay. saddex nin baa la tilmaamay agtiisa ka dhadhawaa ama uu islaa waxbay kugu qabsanayaan, makiidooyin buu sameeyey bay dhahdaan, saddexdiiba wuu ka takhallusay, dowladdii isaga qabsaday. wiilkii yaraana wuxuu yidhi inay yar baa tahay cibaadayso, boqorada looma soo galo, halkaa ku jir, meel buu ku xidhay bay dhahdeen, uu iska joogi jiray. xataa markuu soo baxayo dumarkaa lagu dari jiray, koox dumara inta la raaciyo farda la saaro, barnaskan ay qaataan waxaa la yidhahdaa morokaanta iyo maqaaribta oo idinka arkay koofiyadan yara ku samaysan khamiiska, rag iyo dumarba nooc ku samaysan bay qaataan. noocaa intaa loo xidha baa la yidhahdaa, burnaska la yidhaahdo, ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay dhahdaan, dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi gelbinaysa cidima arki jirin, waa iska cibaadaysan jiray oo meeshiisaasu iska joogay. ninkan la yidhaahdo alxaajib almansuur baa dowladda haystay, laakiin nin aada u cajab badan buu ahaa. dowladdii wuu sugay, waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa, 52 dagaal buu galay, intabana wuu guulaystay. culamada qaarna 54 bay sheegayaan, laakiin imaami dahabi 52 buu ka dhigayaa. 52 dagaal buu galay, 52 khaswe uu galayba wuu soo guulaystay. idan wuxuu ka dhigay waddankii andalus la odhan jiray ee islaamiga ahaa waddan aan gaalba hungureynin, agtiisa cidi soo marin, aada u xoog badan. imaamu dahabi wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi, wa kaana mowtuhu aakhira salaax وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل. إمام الذهبي في سيري وحورنا يا نكا كان جريد صحيح يدود وناجا وحي وجودا بيجي أعماشي سنا جريد سو وناجا وحي وجودا بيجي بيهيد فساد كان وحي وجوه الرئي afcaashii sunabu yidhi waxay ahayd xasana fi lxaal, marka wakhtigan la joogo camalladii uu samaynayey camallo aada u qurux badan, laakiin cidhib xumo dambo oo badan ka tegey. waayo ninkani wuxuu sameeyey khilaafo aanu khaliifku talin ee qolo kala taliso, inaanu dhalay buu uga dhintay, kiina halkiibuu ka sii hayay, 7 sannadood buu meelaha ku sii haystay, laakiin nin saalixu isaguna ahaa, dowladdii waxba kama xumaanin. mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay, kaa dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn. wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay, islaam faranjiyadaa dhashay, islaamihii weliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mida baa dhashay, shengel baa la odhan jiray. waxaanu ahaa nin fasaad badan, aada u fasaad badan. ninkaasaa dowladdii qabsaday, akhiiran dagaallo iyo burbur buu isna iskaga dhintay. waxaa soo baxay in lagu kaco, dabeetana meeshii waxaa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan. waxaa la yidhi waayo shanjalkani wuxuu sameeyey khatarta kale waxay ahayd, labadii hore waxay iyagu yidhaahdeen inagu xaajibaanne wilaayada umawiyiintiiba iskaloo muayad billaahi baa qolka dambe ugu jiray. waan maxaa muayadkani qolka kaga jiri buu yidhi, muayadkana waa ha iska tago aniga ah buu yidhi khilaafadii waliyulcahdi buu sheegtay markaa bacda almuayad billahi inuu isagu wilaayada leeya wilaayadina ay wareegtay dowla lamawiya ama qurayshiyiintana wilaayada dadku nawcun ma way uga dambeeyeen, laakiin ninkani waa caamiri yamaniya markaa ma uga dambaynayaan dadku sidii looga dambeeyey. awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra-iisul wasaare inuu ka yahay. nin maxamed ibnu hishaam ibnu cabdiljabaar la yidhaahdo umawiya baa lagu kiciyey, dabeetana ninkaasaa meeshii inqilaabay waa qabsaday. wakhtiga kan waa cahdi fitna bilaabantay, waa qarnigii 5aad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan. ninkani markuu meesha qabsaday
عمريينتي بو إريي ماشي بو حوق قبصدي ودولتي بو سيري سكوت دبر ريدو لكن لو ما دينين او حبلا ما وقت فتنا او مدحنا ما دي لسكول لايو او تربضني دعضو تاريخ ده أفر بقول لتشوغو إلا أفر بقول يلبي يلباتن كي لغاري والبي يلاتن سنضوت لبي يلاتن كا سنضوت صدح يتبن أمير المؤمنين بسوا مري يعني واحد قياسي كرتا مركا فتن كي مشاكل كي تاقنا سيدة ويقيا لبي يلاتن سنو وصدح يتبن أمير المؤمنين وكلا نوعي أي سوا مري واحد عاي نكي قريو كوحد نانشري ميدي ولاليين oo boorkii weynay al hakam aalimka inuu ku sheegaynaa u dhalay al hakam ibn abd al nasir nimu dhalay oo suleyman la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haysta inaan u babac dhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhoweyd qashtaala meel la yidhaahdo qashtaala dawladdii weyneyd ee muslimiinta andalus markay qabtay bilaadi sakhar buura yaryaroo la yidhaahdo oo baddan sare ee sbain ku yaalla oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yari waa iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday leon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalu waa castal oo af carabigii markay qolada carbeed akhriysay qashtaala u akhriya waa qalca dowladdaa yar oo meesha joogta ayuu u tegay wuxuu kula heshiiyey dowladdaasi yar inay saacidaan oo ay ka saacidaan dowladdii qurtobo ka talinaysay in la inqilaabo oo ay ku wada duulaan alfonso nin la yidhaahdo dowladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursa saciida inay tahay awal dowlad yar oo jisiya bixisa oo ka dowladda weyne muslimka xukunta buu ahaa maantana wuxuu arkayaa muslimkii oo isalaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yidhi aan ku wada duulo waa la wada duulay dabeetana waxaa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la odhan jiray maxamed ibnu hishaam ibn cabdiljabbaar ee almahdi la baxay ayaa qishtaala iyo suleymaan ibnu lxakam suleymaan ibnu lxakam oo la baxay almustaciin billah qolada taariikhda waxay yidhaahdaan almustaciin bisaliibiyiin buu ahaye mustaciin billahina ma ahayne intuu qoladaas oo kaxaystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dowladdii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay alxakam ibnu cabdiraxmaan inaasir wiilashiisii mid ka mid ah oo ah suleymaan suleymaankan iyo hashaamkiibaa walaalaakii guriga lagu xidhi jiray markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yidhaahdo alfata waadix oo caamiriya caamiriyiintuna oo nimankii xaajibiyiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday maxamed ibnu abi caamir qolada uu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dowladooda baabi'iyey ayuu markii la soo eriyaday haddana u yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskureerka ahayn meesha igala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yidhaahdeen dee ninkii wuu xoogan yahay malag qishtaalena waa kii kaxaysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnee maxaynu samaynaa waa loo fakaray waxaa la yidhi inana aan gaal kale raadinno dabeetana mamlakatu aragon aragon barcelona magaaladan la yidhaahdo ayaa caasimad markaa u ahay barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayay u yimaadeen boqorkii haystay waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa suleymaan ibnu lxakam iyo waxoogaaga barbarka u haysto suleymaan ibnu lxakamkii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kaloo la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhoweeyey qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aada u xoog badan oo tiro badan oo waddanka joogay kuwaasuu markaa sanad u ah waxay yidhahdeen waxaanu u baahannahay inaad nala duusho oo aada nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacanta iyada soo gasho ninkan ay u tageen ee barcelona haystaa
ودولكي يريرا اي جسيدة بحين شري وعبد الرحمن الناصر جسيدة سين شري ومن بعد هنا الحاج بالمنصور باجي سيدة كغاد شري نكي جسيدة بحين اي بي انت اتقام بي وحيدة هذين وحن ربنا اينا ادنا لفرطه ودنكي او ماشا نلقبطه امير برشلونة وحيد واصفي عن لكن بشروط شروط بان ديگان اياه شروط اسيبان دي كل الدوليه وا ما حيبا لي شروط هذا والله من نودا اسك سكنيه لعيدن ما هيستاني و خي دي عيدمديني و خينا كلا marka keen satan anigu dagaalku intu socdo buu maalin kasto oo dagaalkaasi soconayo 100 dinar oo dahab iyo baan raa oo boqortooyada ay leedahay ashuura maalin kasto oo dagaalku soconayo dawladda barcelona in la siiyo 100 dinar oo dahab iyo kow ciidan baan idin siinaya ciidanka aan idin siiyo askari kasto oo dagaal gala waxaan rabaa 1 dinar oo dahab iyo in maalintii la siiyo askari kasto dagaalka gala 1 dinar oo dahab iyo inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu galo ama saddex dagaalka markaynu galo hadii aynu jabino khilaafadii naasi wixii hub la qabsado in aan anigu qaato dawladda barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madinada salim la yiraahdo wa mudankii uu furtay Cabdiraxmaan Naasir ama Cabdiraxmaan III ninka loo oran jiray dhulkii uu furtay ah magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta lay galiyo afarta shardi hadda aqbalaysan way idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 dinar oo dahaba askari kasto aynkaasi ah waliba askarta wadankii wuxuu u eelaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariyaha tatawaaciye buu yiri duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta 1 gini baa la idin siinaya dadkiiba askar bay soo doqoreen waxa la yiraahdaa anaga duuleyna la maasha lacag baa ka furantay duulimaadkiiba intiiba uu ka aqbalay waxa yiraahdeen intaaba waa ku saxeexanay ina la duul intii markii loo saxeexay ayay la duuleen waxay jabiyeen markaasii Suleyman ibn al-Hakam iyo barbarkii la socday sidaas ay Barcelona madinadi Salim la oran jiray ku qabsatay wixii hub iyo qanaayim la helayna qaateen ee muslimiinta laga furtay in mahdina xukumkii uu ku qabsaday oo magaalada Qurtuba uu dib ugu soo noqday muddo yar markii la joogeen labadan inay soo wada duulay dawladdii hore isku dileen oo iyaga laftooda heshiis ma aha al-fata al-wadih ba makida u dhigay oo mahdigiina isna uu ka takhallusay maashi isaga soo dhigay laakiin dawla al-amiriya fikradeedii buu qaato wuxuu sidi warkaliga mala lagu ogolaan maayo dawladnimade nimanka amawiyinta wax ka raadi an al-mayyid billah hisham ibn al-hakam ibn abd al-nasir ki guriga ku xidnaan jiray oo meel iska joogu soo helay markaas uu war khilaafadii baa soo dhiciye kaale mar dambuki kamaysha laga qabsanaya waa walaalkii wa suleyman ibn al-hakam hisham ibn al-hakam buu soo ka haystay fata al-wadih dabeytana wuxuu ila adigu noqo boqorki meeshii buu iska fadhiistay kiina suleyman ibn al-hakam baa meeshii qabsaday waxaan leeyahay fatal waadix ayaa meeshii qabsaday Suleyman ibn al-Hakimna waa leeriyay galadex sibay baratay Suleyman ibn al-Hakim isna wuxuu yiri bal malik u qashtaala dib ugu noqo ha gal aan inaad ugu raa dib u laafto wuxuu tagay al-Fansihi ka talin jiray qashtaala ee bergii horena saaciday mahdigii la riday Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar ninkii meeshii kala qaaday waxay yiraahdeen meeshii nalaga qaad de mar damaan rabnaa inaad nala duusho saas miyaha bal sadex ashay isugu buu yiri sadex asho hal isugu sadexdii ashay uu joojiyay ayuu boqorkii qashtaala haystay nin buu soo diray qoladii kan inqilaabtay buu tagay uu nin u diray wuxuu yiri halkan waxa ila jooga Suleyman ibn al-Hakam oo rabay inaan la soo duulo wuxoogaana dee ballan qaadana waan ka hayaa maxaan kaga hadhi karaa idinku ay siinaysaan daar rabtaan inaan la soo duulin waxa la yiri waxa allaaliya waxa qalcad muslimiintu leedahay waqooyiga ku yaala qaado
هسو دولي نمان قاها سو راعي بغر كي قشتالة وحانو فيلين باو صوب حي وحيابيه اللي كلا الدور رسية وحاكم إذا أمرك قل عدها وقوي وكوية اللي ووين حسون تي مسلمين تولا هيد إني ساق الله سيئو دولمات كان نيكا نو كهارو وأقبل أي مركز سليمان من الحاكم دولمات كي سيبو سكد داي إسنو حقاطي قلعات كي وقوي وكوية اللي مدد أسي كوبا ايو حاصر لما دعينا انك ورمي وصدح سندد قدهود وافر بغل إلا افر بغل يصدح دي صدح سندد قدهود باو حاسو مشاكلي ضدك كل دعي سليمان بن الحكم كي هدنا بربر كي بودبو كعيي ماشي مجوغين واصون نقضين قرطبو صوق قلي مقالة دي بفسهاديي كفس الدمر ضد لله يوحو البو سميي نكي المستعين بالله اللي ورج إلا بحي هشام بن الحكم كينا ماشي بو كيريي ماشي ندب بو قفصدي وحاصو دقالي وحيه دحمريين والا بني نو ولا لا قول بنا قول ايريا نسي مدام بضنين ايا فتن كاسي سعوني وقت يرك ديب ايا قول دي بربريين تين نكن ودي با واحد عين ورتا هيد دام حين ونكن ودنا ما ينبا ما يشغب صرنا انت انو ودنا نكن وموي سليمان من الحكم كا ما ينو سليمان كا بكا تخلصنا انو قب صرنا ايانا ماشي بين نكن كا قادين وحاوا قب صدي ماشي قب قيديبا نمكي بربريين تاها علي بن حمود نين لورين شروا قرطبة قب صدي ولالكي قاسم من إشبيلي يولي بتي دبعت أنا ماشي بقف صدين عمريين تي والمرتضى بالله نكي اللي ورنشر إلى السعداء صوان نقضي دقال بدن بردعي كل هذا محانو تلمام إياه محانو سعداءون وحوغا يرنان تلمامه دوامة أيها شيء دولة دي سلامية ماشي جوكتي marka ay taariikhdu maraysay 422 kii meelahaasi ee warkii loo adkeysan kari waayay maalinba meel mid qabsaday ee dhibti tiro badatay ayaa qaadigii magaalada Qortobo loo yimid wax la yidhi sida tan loo adkeysan maayo maxaa la yeelaa wadaadadii waa shireen dabeytana waxa la yidhi khilaafada baan ridna Abul Hazm ibn Jahwar qaadigii loo oran jiray in cibaado badan cilmi badan aha ayaa madax laga dhigtay waxa la riday khilaafadii ama dawladdii meesha ka talinaysay markii burburkeedii tirabatay dabeytana waxa la eelaamiyay majlis shura majlis la yidhaahdo inuu ka talinayo Qortoba magaalada loo yaqaano khilaafadiina inay dhacday dawladdii khilaafadii islaamiga ahayd andalus ka jirtay waxa lagu kala diray shirkaasi uu qabtay Abul Hazm ابن الجهور عالم كاسل لورن شري علماء دي لسعتي وحان الله قوستين مجلس الشورى وكتليه ودنكي لكن ودنك وحس كان نقضي ودن نباتت ربضن اي كتشرته قبائل اوكالا قوغوان وهي ودن كواحد دقنات ضد عربة عربت الدقنة ترد بضاني قارهان لبا قبيل بيو بضنايين عرب غير مضرة وعربتي حجاز كتمي اي يمن iyo arabta qaysiinta loo yaqaan oo reer shaam aha waxa kale oo joogay barbarka oo qabaailaad u tiro badan waxa kale oo joogay qabaail ama dad loo yaqaan saqaliba saqalibadu culimada taariikh dadkan ay saqalibada ku sheegan waxa weeyaan saddex qaybood baa loo qaybiya saqalibada kuwa yiraahdaan saqalibada galbeedka oo waa bolandiinta iyo cheek iyo slofakiinta iyo kuwaasi kuwa loo yaqaano saqaalibati sharq oo ruusiya alkibaar iyo ukrainiyiinta ama ruusiya sigaar oo belorusiyiinta iyo wax la mid ah iyo saqaalibada junuubka oo ah yurubta koonfureed kuwa jooga dadkan intooda badani waxa ahaayeen dad waddanka jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii wuxuuda soo qabqabsado iyo doonimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii attracta ama masar oo kale qabsatay dad noocaasay noqdeen marka waa qabaail tiro badan oo iyaguna waddanka degan
markii ay dhacday in dowladdii khilaafada ahayd ay baabaado loo soo guuro majliskaasi shuurada ay culammadaas sameeyeen, waxaa dhacday inaanay iyaguna xukumin magaalada intan ay magaalada joogaan mooyaane waddankii intiisa kale aanay xukun xooggan ku haynin. Sidee daraaddeed waddankii wuu kala googo'ay. Waxaa soo baxay 22 dowladood oo cusub. Andalus meel yar bay ahayd. Andalus waxaa lagu tilmaamaa inay ilaa 600,000 meelahaasi in ku dhadhow 600,000 oo kilomitir isku wareega inay tahay, yacni waddankii soomaaliya 627 buu ahaa soomaaliya in la eg rul ahaan marka la eego soomaaliya oo 22 dowladood noqoto qiyaas. Reer waliba intii yarayda uu haystay intuu goostay ayuu dowladda iclaansaday. Marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala googo'een. Banu Cabaad niman la yidhaahdo oo Ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday, niman Banu Ziri la yidhaahdo oo Qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday, Banu Jahwar oo ah qaadigaynu ka warramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaaqida ku xeeran qabsaday, Bani Laftas niman la yidhaahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batalios magaaladan la yidhaahdo iyo inta u dhadhow, Bani Dhanuun nimanka la yidhaahdo oo qabsaday Tulaytila Tolido magaaladan la yidhaahdo iyo inta u dhow, Bani Caamir nimanka la yidhaahdo oo iyagu qabsaday Balansiya ama Valensi meeshan la yidhaahdo, Banu Huud oo iyana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yidhaahdo iyo inta u dhow. Waa Isbeyntan yare arkaysaan iyo Boortugiiskan intan oo 22 dowladood loo qaybiyey, Boortugiiska iyo Isbeyn oo laisku daray, oo weliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yidhahda Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dowladdii la odhan jiray, intaasina dowlado kale Kristan ay ka samaysan yihiin. Intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxaa loo kala qaybiyey 22 dowladood. Taasi waxaa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaroo waliba intuu meel qabsaday ayuu dowlad ku sheegay. Meel yaroo kastoo dowlad lagu sheegay waxaa loo samaystay nin madaxweyneah oo Amiirulmu'miniin sheegta, waa magaalo wuxuu haystaa, waana laqabka la yidhahda Amiirulmu'miniin buu haystaa. Ciidan buu leeyay, wasiiruu leeyay, lacag buu daabacday gaar oo rasmigii madaxtooyadiisu uu ku yaallo, safiiruu leeyahay uu dirto. Nin waliba dowlad wixii ay sheegan jirto o dhan ayuu sheegtay. Dabeetana waxay noqdeen dowlado yaryar oo 22-na oo 22-kuba ay col yihiin oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka inuu iska eegayo si uu walaalkiisa u dhowo muslimka ugu xoogaystana dowladaha gaaleed ee markaasi ku xoog waaweyn mid ka mid a uu dabada saaray amase uu ku tiirsan yahay. Taasi waxay keensatay in gabayaagii la odhan jiray Alxasan ibn Rashiiq siduu Imaami Dahabi siyarkiisa jiska 17-aad safxadda 144-aad uu ku soo naqlinayo inuu gabayaagabyo u yidhaahdo mimaa yuzahidunii fii ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني قبياقا سي مسلم كابا وحلي وحيابها أن وقت قيب أندلس وحا كم دبولي رولك أندلس وحا نقت قيب مغرع يدا انتراض بضان لهم معتصم يم معتضد المعتصم بالله المعتضم بالله المرتض بالله المؤيد بالله مدوالي باللقب كيمة احتو يدو لهانشر تيبو اللبحي waxaan ka fogaaday waxaa ka mid a buu yidhi magacyada tirada badan leh ee ay nimankaasi la baxeen waa alqaabu mamlakatin fii ghayri mawdicahaa buu leeyay, waa magacyo dowladeed oo aan laakiin meel dowladi joogto loo bixinin kalhiri yaxki intifaaqan sawlat alasadi. Bacdi riwaayaadna suurat alasadi bay dhahaa, waa sidii buu yidhi waxaa la yidhaahdaa curigii giirka libaax iska kiciyey, curi hadduu giir iska kiciyey dee libaax noqon maayo, waa bisadii uun intay giirka iska kicisay giir libaax isu ekaysiisay buu leeyay bay la mid yihiin. Yacni dowlada maaha. Waxaa bilaabmay waqtigan waxay taariikhda loogu yaqaano casru muluki tawaaif 422-kii ilaa 483-kii buu socday, 422 ilaa 483-kii waa waqtiga ay la baxeen markaa muluki tawaaif. Muluki tawaaif oo ah qaybaha aynu soo sheegnay ee 20-yada ku dhadhow waxay caan ku noqdeen
كو ضد طرف جعل بهايانو نمعيشتي ودناد ولعجستي نمعيشتي ولغو غوستي دبتنا وحي نقدم بيلين ضد تمشو هاسو بريسيا باستيا وحلا عنون لغا شقايو عنون لغا ورمو مجتمع نوعا وكوري بين نقدم بيلين وأمر لبعض وحي نقدم مجتمع الدويلات يريرا الدولة ولبا علك وقوينا إلى دويني كان يركا لو شاركا رير هبلا ماشي يرى هايستان وحصاب حيبي ده دان منكرات كيو ديبو صور نقضي هي فسوقية وحي اللمدة وحيابا آت كوفوش حن لا صور كورينا وحكم من نقضي دولة دولة بس اي اوچر تو كوان يرير كمي دي وحي دابر كسارتي دولة كمي ده دولة دي قالة دي ورون رونا اما ايه كحوق بدنا مركاسي اي امد والي بار دابر كسارتي وحيابا كسي فوش حن لا ماشا تن كسور بحي وحكم من ده دولة ها يرير انتو دبداني وحي بحين شرين جسية سي اوچران يعني waxa taariikhda ku daraaseen jirteen dawlad islaam iyo jisiya qaada kuwan iyaga jisiya bixin jiray waxana la siin jiray malku qishtaala iyo boqorada kale u dhadhow ayaa jisiya ka qaadi jiray duulkan yar yar een sanad walba waxa shurta ku soo dalaciya lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinaya nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamaacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqor yar yar oo markaan waliba meeshiisa sidii u xajisteen in dawlad weyn oo gaalad uu ku tirsan iyadana inta lacag siiyo yiraahdo kuwan kale ama magaalayga qaad ama igu yara durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayo dhamina waa magaalo aan kan ka riixdiyo magaalkaas ay iga riixdo had bay gaadhay ibn Hazm al-Andalusi caalimkii loo oran jiray uu yiraahdo weedaadu laadica wallahi law alimu anna fi ibadati sulban tamshiyatu umurihim labadaru ilayha فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم نصارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه وأود ابن حزم ابن حزم باوحو قادينو إلى هدو إلهي بان قدارته هدي أيو قادان بيدكوان مضحض الشيغان أيها عبادة السلبان كروس كاين عابدان إن الرمود وقفض ضان يا نار أنت كوكلا صعون يسوع ويس كعبد يا بيودي والله النما ضح ذا بيودي دي ما أنت الله يداه كروس كعابدان رميه سوا وكلا سهلان أنا يا أدب وصغير يا بيودي ساسي دراد أدب يدك كمسلمين تا حرم كودي يا دمر كودي يا أبناء دودي يا رج دودي بقى iyagoo maxaabiisa loo qaaday abuu dhulka gaaleed oo lagu xidhanaya magaalooyin dhan oo muslimiintu lahaayeen baa la siinaya abuu leey iyo qalcado dhan oo muslimiintu ay lahaayeen oo islaamka inta laga tirtiro naaquus laga dhextaagay abuu leey ilaahay dhamaantood ha nacdalo oo seef siyuftiisa kamid ah allah ku itaxaamo buu ku gabagabeeyay waa wadaad carooday waxa ka muuqata yaani wuxuu dareemay sida ay wuxuu u jiraan دول كان يريري وحاي كعام بحين رنتي حاكم ولبين ومال يرنتو قبصدي دولة نما شاكتي دولة دي سيرين اني تشيري كارين إلا يو دولة قالة دو كالا نبر كسارو مدو ولبين نكا كوحيقا مسلم كاينو علي هاي ككفوك كالا قال كارينو لعكسين ايو اما جيسيو وبحين ايو casriga caynkaasi andalus dhibtaasi ay haysatay sida ay u kala daadatay waa casriga ugu culimo badnayd haddana taariikh islaam marka dib loo daraaseeyo waa waqtigu ibn abdilbar noola 463 buu dhintay casri tawaif dhexdiisu dhintay waa waqtigu noola abulwaliid albaaji 447 buu geeriyooday waa waqtigu noola ibn xazam 460 buu geeriyooday وقتكم نولا ابن حيا ابن حيان افر بقول يسقال لي لحدن كيبو غيريود وقتكم نولا ابن سيدي افر بقول يشن يسديتن كيبو غيريود وها علماء دي اوو بدناي تاريخ دو اي تلمامتو عصر طوائف بين ولايين ملوك الطوائف وقتك كري تلينيه بل الامام ابو الوليد الباجي باجدا لون اسبانيا وباجا ومقاله يرو كتالا ان برتغيسكا أبو الوليد الباجي عالم كان لورين شري مركو أركي دول كان يريرا مسلمين تيني سي وكلا داتيين يو دباتة دا هاي ستا صدن سندود بودح سعودي سيقول لهم يدوبا صدن سندود بالله إذا مغال كستو كتر سنما ميل كستو أندلس كم دا صعد بو كماري إسيقو كل واقع يي دات كان مسلمين تيني مدوبان الله يسوي مادو واكا ابن حزم
كتاب كيس نقط العروس ليلى هذا نقط نقط العروس كتاب كيس ليلى هذا أبو حيدي فضيحة لم يقع في الدهر على مثلها وحشرت أبو حيدي فضيحة أن تاريخ ابن آدم كهروس وشيجين بويدي أربع رجال في مسافة ثلاثة أيام تسمى كل واحد منهم أمير المؤمنين بويدي أفرن ومسافة صدح مع المضلو كلا صعودا مدوى لما أنتم ما يركد دقي بويدي وشيكتي أمير المؤمنين إنو يي مؤمن كوردن بو أمير يي أفرتان مدوى لما مؤمن كوردن أمير نمدي سشيغان إياه صدح عشا صعودا بلا قتل لما ماشي دقي نينك عادي مالتي أفرتا كيلومتر بو صعودا صدع عشو حلقية وبغلية لغتان كيلومتر إلا صعودا وبغلية لغتان كيلومتر دولا وأفر أمير المؤمنين شوكتو ونمو لما ملكة تلين أيه وخطب لهم بها في زمن واحد وأفر تبابو إلي وقت قرى خطبة شمعمد والبا أمير المؤمنين إلي هاي لو قدو عين أيه وخطبة لغو آخر نيا بولي مرقى سوحو التلمام أفر تقويك على هاي مدوا خلف الحصر يبوي لو إشبيليا على أنه هشام المؤيد واحد شرا هشام المؤيد كي وعلماء تاريخ دقيب كم إذا يقبان إنه وقت هرد انتي أي واحد نبأ ونن قاديو مال هيستيون بان نكو يري وحنا ركيبة هشام ومساجد يروح الكرة فرديا ده ترى نبأ لوك يعني ور هشام كان يقرن يرون كان هشام المؤيد هاي مد لي يري شقالي سيبا للرادي وابا يسقيبا اللي يري دبا الله ما قعاب يسقى بورك يا المؤيد بالله بره هرانا تاريخ قرى ساينورد انتي مركزوا على خلف الحصر يبان كان لورنجري أو يسقى magacii ninkii dhintay si tabaaba boqornimo loogu khudbadeeyay kalabaadna waxa uu yahay maxamed ibn qasib ibn xamud oo jaziirada khadra meesha la yiraahdo marka la soo galaba andalus xagga hoose tanja iyo marka laga soo galo goobta koowaad ee la yimaada al jaziira al khadra meel loo yaqaan maxamed ibn idris oo isagana malqa magaalada la yiraahdo looga khudbadeeyay iyo idris ibn yahya oo shantarin magaaladan la yiraahdo yaani wuxuu tilmaamaya ibn hazm إن عيب طهيان لا قبلي كرين إن أفر مجا إن بغلي الله باتن كيلومترين يشان أفر أمير المؤمنين إن كصباحان وحجر دي وقتي أندلس تاريخ ده دورنتي ما ست ربضنا إلى هذا ووقتي مرر بضن أتصورني سو آخر يدا مكورن كيدو لي بدنيه way markaad maqasho tulaytila dhicitaankeedii oo kale tulaytili waa caasimadii bergii hore Spain looga talin jiray ee muslimiintu markay furteen caasimada qawt markii hore ahaan jirtay athaqr shimali bay culimada taariikhdu ku tilmaamaan in malik alfonso sadis markuu qabsanayay niman kale oo muslimiina kula duulayay waa dhul muslim oo la qabsanayo oo niman kale oo muslimiina ay kula duulayaan cid qabsanaysana uu yahay in malik qashtale taariikh alislaami hore loo maarki jiray إن المسلمة وكسر دوله كحق الله مسلمة وحلاقة بنا يهونه يهينين قال هذه نقص صدى ماشة بل ملك قشتالة أنتو كبري مركزي والفنس الصادس سجوا واجي هراء أبيه مركو بغرطوية ذكرت أنت يسد إحنا ولا على بكوقي في صدين ميد بعد بيتنا اللي بدي كلام سوئر يدا ماشي كقاضي الفنس هني سجوا قحونتية بطلي طلي يمي طلي طلي وشوق شري بارك طلي طلي سود ويا ما لها نردم بتص تصي وحيا دا مركو صا جا والنقطة يا ولا الكيد أنت مركو ولا الكيد أنت بغرطوية دي سجا دي بلوسية نكى هالكن قحونتية كوا هن شري دي بلاد دري ماشي تجي ماشي بدي بقول سود ولا مركو ماشي قبصد الفنس هني المدوى أفريقيا شو وكل سيسويا ماشي وقحونتيكا كاها ايو شالي تو قحونتيكا كواها ايو ديب اوغا سو دولي ماركي او لساري ماشي ديب لو ساري وحو قارسي اي ماركاسي حد او قارسي ان جيسي دا ماركو كا قاضو يعني علماء التاريخ هيا مقاسي دا ماركا يكاو الرميان مقاسي دا قاركود يعني علماء التاريخ ركام ايدي وحي ورين ايان انو صادري nin kamid ahaa boqor wasiiradiisi oo yiri lacagtan la isiinayo jisiyada si fiican u soo baad lacagtu de waxay ahaan jirtay dahab iyo fidda marka lacagta laga qaadanayo nimanka naaqidiinta ah ba jira waxaan eegay inuu real yahay iyo waxde macdanaan real ahayn inay tahay marka lacagti markii laga ururiyay wixii
المعتمد بالله كي لو رجل ماشي سمر كي لشوقي أيوة حكوي ربور كي أهرين قالوا يسافر وبور كي رأي قشتاله يستي ما محب يدارتك لو بسافر هاي بور كي وحوي دي نوحة قبر دي دي بأمولا يسا دبتنا نمان كي قسيسين تاها ودادة دي بان لطشدي تلاو حالي شاقي إن لو باهن يهي سيان مسلمين تاو قحوك بطو آنو قوة قبسان كارو إن إسلام تايدا يكون مشو مساجد كقرطبة وعطسي وصاقرتي ملك قشتالة بغر كي المعتمد بالله شبيل يكتلين شري أيو حولي هاي قرطبة يسكو هاي ستيبو حولي وحلو باهن يهي بغر كي هبرتي سيبا ومولي سيه يعني كل الشو يعني مسجد قسطالة مسجد قرطبة ساعت كوين قرطبة يعني واحد تان كينا يا واحد ويان ومركو الدرامي دتك كرينا دتك على اللومي وليتا ومدبك كوحي جاي سكيه جايو ومن ده إنه كل جي مركا يسكي علين كرينا ما إنه حسكر بكرين وياي وكقب صدي مقالة الطليط اللي لورين شري أي عطسي سحتك كان قاري تسوح السبب طيب إنه حاجة النخوة قادوني كي سفير كي بودل الله صادر أيه ده بتنا ربش داي دعده ونك يدول ما تسوق قادو ومشاكل تربى ده ودعاء إلى حد ما كي يدنبه بغرض يري راي سوي ما دينه إلى دين ورمحينه سمينا وده كين الدفاع كريم إنه مركز سيد هدينا نو نصر كان سو وارد وران عالم الإسلام يدبو أجنو شمال أفريقيا شمال أفريقيا نورث أفريقيا دولة عصبة كارنا لطي دولة المرابطين لورنجري ومركز يو كتل يعني سلفيا هو لورنجري عبد الله بن التاشفين يوسف بن التاشفين اللي هذا هو كتل يو وهذا سيد التنشيرة وفرس كفوشان هذا دولة دينها دي سكتل إني يبي ودرت يعني عاوي إنه صاصيو ده بيتنا هذا يجي بعد حدود الشكية وحيد هذا هو هدو إنه كعيار مين رقب صداده ديبو ونكن نغري حارمو يسقو ماشا قبصدا ما انت اسي وحي كنت المامن المعتمد بالله ابن عباد كاسي قوانا ضقبو ما انت قاته وحكولي والله لا نرعى ان نجيلا كراعو صحارها اي هي انت بيدين الخنزير راعو يعني انه انك اسي ماشا بس قبصدا وقال اي درتو بان كدور بدايا ان قشتال انت قبصدا خنازير تلا راعيه بولي هي دبتنا وحي قاتين قوانكا إن مرابطين تالله يردو يوسف بن تاشفين يعيد مدي سبايمي وقعد عن كزلاق الله يقانا يرد عضي وقعد تاريخ ده دقو عانا دبنا الله شبيي قشتالة يعني من كي كتلين يي مركز دب الله شبيي استقع درق قو بحصدي عيد مدي سلمان تود مشي كتبين إن قصص كالتاريخ يجي مسائل كم قصص إنسان مرة بوينا بالبلارية لكن وحان رباينا انت المامو مجتمع عمرك ودحدي سيسو وسنعاون دبتنا والنقضية كرسي وكفردية كدبنا تولى ولما مدحوينا يسمى يسطو وحيس كيلا لن يسانا يتهي تولى ذاك لا يكحكته يسقونا ويوم ولقي ما قعد دولة ذاتها شكتو لعك هسمى يسطو وحيرها قرقرة لكن ويوم مقومات الحياة قاب كيلون نولان لها ويوم أو النقطة وحنا استدفاع كرنا ما وحنا يسكي علنا كرنا وحنا نقول سألنا تحت سيطرة الدولة أخرى دولة كلا إنه يدكوها صنالاته أو حيل له يريه كستوى قبله سي تي سن يريه وشرته لبايا لباتن دولة دوت بمدة سير ميشن كتلين أيه ومدبك كحجة ونسكا إلى لين أيه الدولة دن كلا ميشة طالع وربينه هدنا نمك وحاس ما ين يدن كلا دن كلا فقري مهين حول الاني مجرين ووقت يدي يقو بدنايين ووقت يوم وطين يدعي دونته وتاريخ طبعا مقشان يوم وطين كلا شيئا نبغى الرضا كم ده ايا اسلانتي سي بغرطو يدا حاجة سرفو شيء تبتنا يدو الرب ده اي بي وحي عركتي تدو الضضا اللغين ايا والدمارة و عقاح الروبو انت كي يرفيتين دو روبر نحسو عدا كاسا وحي تيري بغر أنا أقول واحد دوني أنا ربع هذا صويا ربط على قصده ده بده قف بني آدم كوه عادية أنت كم قانون ببني آدم كمودعين يتين معذر رسمي يمكن إنك بعديها تشوجا إيه وحباي سنة تلو الدار هاد دار مر ويا فول أبو سليه
kan daaraha dhaadheer fuushanina ya buraha marun korab uu isleeyo soo carara rabanaankaasi oo heeyta yar buu dhisanayo waa nolosha binaadamka caadiga ah yaani qofba inta uu haysto mooyaana inta kale uu raadcayaa uu arkaa inay raaxo tahay oo inuu soo sameeyay waxaas islaantan boqolku qabo 800 hablood baa la yidhaahdaa dadku dhadhow baa shaqaalaheed ahaa oo shaqeynayaan waxay jeclaatay inay dabada u baxdo dhoobadaasi ay soo yara batalaqsato ay soo socoto dabeetana wuxuu yidhi boqorkii waad batalaqsanaysaa wuxuu amray tiinatu lmuluukin loo sameeyo dhoobo boqortooyah loo sameeya buu yidhi waxaa la soo gaday waddanka wixii miski iyo cambar iyo wax laysku udgooneeyo dhan yaalay dabeetana ha la cajiimaa la yidhi wixii baa laysku cajiimay meel bannaana loogu sameeyey agaamo yaryarna waa loo soo iibiyay xambaarato dabeetana waxaa la yidhi halkaasi ku batalaqso waxay ku batalaqsatay marka dhoobo laga sameeyey miski iyo iyo cambar iyo waxaa waa kuwa culimmada taariikhdu sheegaan inay beri bay islaantii isqabteen markaasay tiri wallaahi maa ra'aytu minka khayran qatu weligay wanaagkaa ma arag nama maalintii dhoobadana buu yidhi xataa yowmutiin ayu tilmaamay baa la yidhahda ibnu cabaadkani weliba wuxuu ahaa nin gabayaaya aad u gabay badan buu ahaa walidaalik akhiiran horta xabsu ku dhintay isagu dowlad muraabitiin baa qabatay waa la xidhay magaalo yaroo morooko ku taalla ayaa lagu xidhay magaaladaasuu ku dhintay nin aad u gabay badan buu ahaa gabayadiisa cajiibka waxaa ka mid a maalin ciideed isagii markii la xidhay reerkii la masaafuriyey meeshii dowlado kale ka dhaceen oo qabsadeen ayaa waxaa ku dhacday maalin ciideed buu wuxuu arkay caruurtiisii hablihii uu dhalay oo kabala oo caguhu dee dildilaaceen oo islaantiisuna islaan gabayda bay ahayd oo adiibada oo macruufa la yaqaano islaantan uu yowmutiinka ku maameeyey oo islaantiina iyana reerahay maryaha u toshaa boqortooyadii iyo nimcadii waxaa ka dambaysay qaxoontinimadaasi isna uu xabsi ku jiro islaantanina ay reeraha u tasho marada ay u tasho maalintii dambe caruurtiisii u timo gabay aad u macruuf u tirinayey oo marka dambena uu ka gabyayo cagaha hablihiisa buu ka gabyayaa uu leeyahy waxaad moodaa maalinna inaanay qoladii dhoobadii ku socotay yacni maalinna inaanay qoladii miskiga taabatay ahayn baad moodaa gabay abuu tirinaya aad runtii gabay calaacal badana oo uu odhanayo yacni ninka iga dambeeyow adduun yacni farxad male waxba waxaad haysato isku dhoobadiiba waxaanu ka joognaa buu leeyahy kabala-aantaas gabay abuu tirinaya waxaan uga jeedaa mayla ayn dhaqaale lama lahayn ama dad aan hanti haysan may ahayn dad dacfi kale ka jira may ahayn laakiin waxaa ugu badan ee meesha tan ka jiray wuxuu ahaa khilaafkaasi mujtamaca soo dhexgalay iyo kuraasidaasi yaryara laysku qabsaday iyo mabaadi'dii kulliga ahaa ee la haystay oo la ilaabay oo loo noqday markaasi in dowladaha kale dhabarka la saaro oo laysku dayo taariikhda andalus meelo qurux badan iyo meelo liidataba way leedahay meelaha kan laakiin aan ka warramayo ogaan baan u doortay waayo horaan waxaynu usoo nidhi taariikhdu waa beyjaj maalinba bog la rogo la akhriyo bog kastoo aad joogta waxaad arkaysaa bog horoo taariikheed oo ula mid yihi dad maanta arkayso duwal yaryar oo tiro badan oo muslimiina 200,000 oo 1,500 oo kun inta meel fadhistay yidhi dowlad baanu nahay